أسباب عديدة. بغداد الله منطيها نعمة بين دجلة يمر قاسمها نصين، وهذا كان كله يفترض أن يستثمر بمشاريع استثمارية، منتجعات، مناطق سياحية، مثل ما صار بش اسم هذا مشروع صدر القناة، تطوير قناة الجيش. لكن 170 مليار. أنا بس تنطيني مجال حتى فضل. أوضح لك وللجمهور كل الإخفاقات اليوم. إذا أردنا نحدد المشكلة ببغداد، أي أمين يجي يخلق المشاكل أزيد حقيقة، لأن ما يحدد أهداف أو أولويات أو استراتيجية اليوم في بغداد فقط حسب إحصائية وزارة التخطيط 122 عشوائية، منطقة عشوائية، حي اسمه الحي الفلاني 122 هاي بال 2018 مو اليوم، واليوم 29 واليوم 129 واليوم 129 زين 122 هذول كلهم يردون خدمات. الأمانة تقول أنا ما أخدمها هذه، مو ضمن التصميم الأساسي، لا أقدر أسوي لها تبليط ولا أقدر أسوي لها مجاري ولا أقدر أدخل بيها سيارة نفايات. بس الأمانة الآن تسمح للمستثمرين يستولون على الجزرات الوسطية. بس اسمحي لي خلنا نحدد المشكلة، وهذا يعني أنا ما قابل على هذا. أي نقطة مهمة اللي دثرها سيد الشروق، نقطة مهمة. يعني أنا موقف مشاريع يريد يستثمرون بمتنزهات بأمانة بغداد. أمانة بغداد الفساد ناخرها نخر، وأنا أكثر واحد ست شروق حاكي بملفات فساد أمانة بغداد من رئيس قسم فما فوق، مع احترامي للناس المخلصين والشرفاء والكفؤين في هذه المؤسسة، لكن الفساد مسيطر على هذه المؤسسة وما بقى بس فساد شيء. فساد محمي فساد مغطى. من هو رئيس القسم ويعطل مشاريع استراتيجية؟ من رئيس القسم موظف بسيط محمي بنفوذ السياسيين طبعاً والمتسلطين، وإلا منو سمح المشروع قناة الجيش، تطوير قناة الجيش يصرفون له 100 مليون دولار؟ 170 مليار 122 مليار صرفت من الدولة، نطت للشركة منو وانت تدري بي انت تعرف بي هسه شنو هو